وإلى الأسكندرية، حيث ألقت مباحث الأسكندرية القبض على عدد من عناصر تنظيم الإخوان والمتورطين في التحريض على العنف ضد رجال الشرطة والقوات المسلحة على صفحات التواصل الاجتماعي. ورد لقسم الشرطة الثانية الرمل حيث ورد لقسم الشرطة الثانية الرمل بلاغ يفيد بقيام إسماعيل متولي 39 عاما سائق وآخرين معه موالين لتنظيم الإخوان الإرهابي بإنشاء وإدارة عدد من الصفحات على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، ينشر من خلالها مشاركات تتضمن عبارات تحريضية ضد بعض الضباط وأمناء الشرطة ووضع بياناتهم كاملة وحرق سيارات الشرطة. قامت المباحث باستهداف البؤر الإجرامية وتم ضبط من بحوزته جهاز حاسب آلي وراوتر هوائي، وبإرشاده تم ضبط 2 آخرين، وبمواجهتهم أقروا بإنشائهم تلك الصفحات واشتراكهم في إدارتها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة وتم عرضهم على النيابة. معنا لمزيد من التفاصيل اللواء ناصر العبد مدير مباحث الإسكندرية، أهلا بحضرتك يا فندم. أنا اللي فندم، صباح الخير يا فندم. مباحث الإسكندرية ألقت القبض على عدد من عناصر تنظيم الإخوان المتورطين في التحريض على العنف ضد رجال الشرطة ورجال القوات المسلحة على صفحات التواصل الاجتماعي، ممكن بعض التفاصيل عن هذه الواقعة؟ وطبعا احنا في اطار سياسه وزاره الداخليه دلوقتي ان احنا بنهدف القضاء على الارهاب، الحمد لله بالتنسيق مع فرع الامن العام وفرع الامن الوطني في اسكندريه والاداره العامه للتوثيق والمعلومات في القاهره، تمكنا من رصد عناصر اخوانيه بتقوم بانشاء واداره عدد من الصفحات على شبكه التواصل الاجتماعي اللي هو الفيسبوك، واسماء معينه محطوطه عليها زي نبض رابعه، أنا ربعاوي، ألترس ربعاوي، مصر إسلامية، وبتنشر من خلالها مشاركات تتضمن عبارات تحريضية ضد الضباط وأمناء الشرطة. طبعا البيانات بتوضع بتاعة الضباط وأمناء الشرطة كاملة على المواقع. طب ومنين بيحصلوا عليها يا فندم؟ منين بيحصلوا عليها؟ يعني حضرتك طبعا في أنت عارف حضرتك في العصر السابق البائن اللي احنا قضيناه مع هذه العناصر الإرهابية كانت كل حاجة موجودة معاهم وكل حاجه بيطلعوا عليها. يعني قصدي حضرتك ان كان في اختراق في زمن او في عام حكم الاخوان. تمام حضرتك تمام. وكمان هذه المواقع بارض ايضا بتحرض على حرق سيارات الشرطه، وطبعا طبعا بالنسبه للضباط والامناء بيحرضوا على قتلهم او متابعتهم. الحمد لله بعد تقنين الاجراءات بالتنسيق زي ما انت حضرتك بالاداره العامه للمعلومات والتوثيق في القاهره وضباط الاداره العامه للامن الوطني والامن العام، استهدفنا 4 أشخاص تم ضبطهم وبحوزتهم جهاز حاسب آلي وراوتر هوائي، وبإرشادهم برضو تم ضبط 4 آخرين. 4 أيوة تمام. وبحوزتهم برضو جهاز سيلفر و 2 رايتر وجهاز تشويش داخلي، واحد كمان عنده كان كيس حاسب آلي، كل ده هم بمواجهتهم. طبعا العمل الحديث زي ما قلتي، واحد صاحب محل الحسابات والإنترنت، واحد شغال مهندس ميكانيكا، واحد طالب، كل ده هم بمواجهتهم أقروا بإنشاء هذه الصفحات واشتراكهم في إدارتها والقلم الغرض منها، وطبعا زي ما قلت حضرتك الفزع للضباط والأمناء ومنعنا عن أداء واجبنا، لكن ده عمرنا ما حد همنعنا من أداء هذا الواجب. عقننا الإجراءات، عرضناهم على النيابة، وما زال التحقيق معهم حتى الآن بالتنسيق مع الأمن الوطني والأمن العام الحمد لله. طيب احنا ما زلنا أيضا عشان نقول لحضرتك دول مش هم دول النهاية، لأن في ناس أخرى تم رصدهم وبنقرنن إن شاء الله بنقنن وضعهم عشان نظبطهم بإذن الله. مباحث الإنترنت يا فندم، هل أصبح ليها أرقام يقدر مرتدي مواقع التواصل الاجتماعي على فيسبوك أو على تويتر الإبلاغ عن هذه الصفحات؟ لأنه بمجرد أن حضرتك هتقبضوا على دول هيظهر صفحات جديدة، هم لا يتورعوا ولا يتأخروا عن بث هذا الفزع ونشر الإرهاب والتحريض على العنف ضد مؤسسات الدولة وضد أجهزة الشرطة ورجال القوات المسلحة. كيف لنا أن نكون على تواصل مع أجهزة المباحث الإنترنت ومعاكم بشكل مباشر للإبلاغ عن هذه الصفحات؟ حول حضرتك حاجة، هو بالنسبة للأرقام التليفونية يمكن محطوطة على التتر على القناة الأولى أنا بقراها، أنت مش معايا حاليا أو ما تذكرتش عشان أنا في خارج المديرية، لكن موجودة. وبرضو في نفس الوقت إحنا سيادة اللواء أمين عز الدين مدير الأمن وضعين خطوط ساخنة عندنا في المديرية، هقولها برضو ممكن يستعينوا بينا وإحنا نبلغ بيها الـ بالنسبة للإدارة العامة للحاسب الآلي في القاهرة،
وهي 426-836 و426-837. دي اسكندرية 03 طبعا لو من خارج اسكندرية. 426-836 و426-837. زائد ان ممكن في تليفونات في الامن العام طبعا سيادة اللواء سيادة في ايضا لان الادارة كلها تتبع الامن العام، ممكن يتم الاتصال بها. تليفونات الامن العام معروفة، ممكن اختارهم باي شيء او اي حد. خلي بال حضرتك ان في مواطنين بيجوا يبلغهم، مش عشان بس كشرطه ولا حاجه، لا، في مواطنين بيتعرضوا لبعض البذاءات وبعض نشر معلومات خاطئه عنهم، يجي يعملوا محضر عندنا هنا، واحنا بنخاطب الاداره العامه للمعلومات والتوثيق في القاهره عن طريقنا. وبرضه لو في حد عايز يجي يقابلنا انا شخصيا او يتصل بيا شخصيا وانا اعمل الاجراء القانوني، وبالتنسيق مع الاداره العامه للمعلومات والتوثيق في القاهره والتنسيق مع الامن العام بنعمل اجراءاتنا وبنظبط. عايز اقول لحضرتك كمان حاجه يا فندم، انه احنا محتاجين للارقام دي يتم التاكيد عليها باستمرار، ويكون في مواقع للمباحث ومباحث الانترنت على هذه المواقع للتواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، بسبب انه في صفحات يعني نقدر نقول انها نوع من التمويه او التضليل بتنشر باسم جهاز الشرطه وبتقول فعلا وضحت في الفتره الاخيره. وانا بوعد حضرتك انا بس اوصل المكتب هعمل فعلا على انا عندي الايميل بتاع قناه الحياه، هعمل هجيب ارقام المعلومات والتوثيق وهجيب الايميل بتاعنا او الايميل بتاعهم وابعته لحضرتك على الايميل على طول عشان ينشر على التتر بتاع الحياه ان شاء الله. بشكرك جدا يا فندم، اشكرك جدا اللواء ناصر العبد مدير مباحث الاسكندريه، اشكرك جدا.